كابتن محمد يوسف، كنا بنتكلم قبل المؤتمر، ولكن حد عنده تعليق على المؤتمر وكلام مستر فايلر؟ لان هو انفعل في الاخر وتقريبا قام منفعل بسبب السؤال اللي ساله احد الصحفيين. هو يعني هو ممكن يكون يعني لما تسأل على الاداء فهو وجهة نظره طبعا، لما اللي فهمناه ان يعني ما فيش فريق في العالم بيلعب باداء عالي في كل المباريات، وهو بيتكلم على بيستشهد ان يعني احنا لعبنا الدور الاول بشكل رائع واداء ونتيجه، ووارد ان اي فريق في العالم ممكن يكسب في ظل اداء مش احسن حاجه، لكن هو شكر في الاداء في نفس الوقت، يعني بيشكر في الاداء يعني بيتكلم على جونيور برضو في نقطه من النقط، يعني ان ما هوش عنده احسن مستوى، وبرر ده ممكن ببعده عن اسرته. ما كويس، انا عايز اتكلم في النقطه دي، معلش مش عايزها كده. انا عايز اكلمك ما انا هتكلم برضو في الحته دي بالزبط. لان دي من السلبيات اللي قابلناها النهارده، يعني احنا عايزين نتكلم على السلبيات والايجابيات. النهارده انا شايف في ايجابيات كويسه جدا، يعني النهارده احراز بادجي للهدف الاول، ومن تحرك زي ما انت قلت ذكي جدا. عاده راس حربه لما نعم انا اللي قلت، ما انا قلت الكابتن علاء قال زي ما قال الكابتن علاء انه خد خطوتين لورا عشان يفضي نفسه بالزبط. وعملها من لمسه واحده، ومحمد هاني عملها له بشكل رائع، فدي من الايجابيات. ليه؟ لانه بيثبت النهارده جاب جون قبل كده في اسوان، النهارده بيجيب جون. حتى المحاولات بتاعته في مباراه الزمالك كانت محاولات، لا سوري مش محاولات الزمالك، في المباراه اللي فاتت اللي هي جونة. فمن يعني بيبني ثقه لنفسه مع الجمهور، ودي حاجه كويسه جدا من الايجابيات. انا شايف برضو النهارده ان تسجيل حمدي فتحي للهدف الثاني برضو ده من الايجابيات. حمدي فتحي قعد فتره طويله عمل عمليه ورجع، وما كانش بالاداء اللي عايزين نقوله معروف عنه برضو، لانه قعد فتره طويله بالاضافه لفتره الكورونا كمان. فالنهارده بيحرز هدف، ده هيفرق معاه في المباريات القادمه بالنسبه للثقه بتاعته، لان حمدي من اللعيبه الجيدين جدا، ومن اللعيبه اللي كمان بتخش البوكس في الكرات الثابته وفي الكرات المتحركه بشكل كويس جدا. النهارده برضو لازم نشيد بفايلر في حته نزول صالح، لان كتير جدا صالح يمكن اول مباراه يلعبها مع فايلر من 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 يعني من سنه يعني فايلر تقريبا بقاله سنه. فالنهارده انه يشرك صالح معناها انه عايز اقول يعني ما بيعاندش، يعني ما الراجل شايف ان ممكن يساعده فبدا يديله، دي حاجه كويسه جدا. واتمنى ان صالح كمان يمسك في الفرصه، النهارده اداله ممكن 8 دقائق او 9 دقائق الوقت الضايع، ممكن يوصل له 12 دقيقه ولا حاجه. فدي خطوه برضو ايجابيه في العلاقه ما بين صالح وفايلر، ودي هتصب في مصلحه الفريق، فدي حاجه برضو من الحاجات الكويسه. النهارده الدفع بعربي، عربي بدر، ده برضو من الايجابيات الايجابيات النهارده المباراه. صحيح. ليه بقى؟ انت بتدي فرصه لناشئ، بتظهر ناشئ، بتطلع بتضخ عدد عندك ووجوه جديده، ودي حاجه من الحاجات احنا يمكن قلناها قبل كده في مباريات انت بتبقى ضامنها خلاص، فلما بتحط ناشئ او اتنين معاك في الليسته بتاعتك تحسبا، لو المباراه الحمد لله كويسه والنتيجه كويسه وشايف ان يعني الفريق اللي قدامك الى حد ما الدنيا كويسه، خلاص بنزل بقى بدفع بالناشئ ده ياخد ثقه في وسط زمايله، ويبدا يتحرك، يبدا ياخد احساس الملعب، وبالتالي دي برضو انا شايفها من ايجابيات النهارده حته الدفع بعربي. الحته السلبيه اللي انا يعني عايز برضو بكرر فيها الحته اتكلم، لازم يتعرف ايه اسباب الاصابات العضليه. يعني النهارده انت بتفقد واحد زي السوليه، الله اعلم يا رب ان شاء الله يكون الشد ده حاجه بسيطه وما تاخدش فتره طويله، لكن مش طبيعي ان يجي شد في الدقيقه 42 لعيب عندي. وحتى لو عشان السوليه، خلي بالك السوليه واخد ماتشات كلها كامله، فهنا لازم ابقى انا عندي تدوير في الحته دي، ادور ما بين ديانج، ما بين عربي، ما بين السوليه، ما بين حمدي فتحي، عندي اربع لعيبه في الحته دي لازم يتم التدوير فيهم. وفي بعض المباريات ممكن العب بقفشه، زي النهارده لعب بقفشه وحمدي فتحي ويقدر يكمل، فالنقطه دي مهمه جدا. النقطه الثانيه كمان اللي انا شايفها من السلبيات النهارده هو ايجاد حل الجونيور، يعني هو غير جونيور اداله 45 دقيقه ما هوش جاي في المستوى، وهو كمان قال في المؤتمر الصحفي ان جونيور مش في احسن حالاته. انا دوري برضو كمدير فني
ان انا لازم اعرف ايه الحق، ايه اللعيب ده، ايه مشكلته. ممكن هو قال ان هو بعده عن اسرته، طب خلاص ما فيش مانع ان ممكن ياخد اجازه 3 ايام يسافر لاسرته او اسرته. يمكن ما فيش سفر اصلا، ما فيش. ما هو النهارده ديانج سفر. لا، تم السماح لديانج مثلا انه يسافر نيجيريا. النهارده نيجيريا قفل، يمكن نيجيريا قفل، ممكن يكون نيجيريا قفل. طيب يبقى لازم، معلش التونس بس ده مش سبب مقنع يعني. طب ما كان ممكن يسافر مع ديانج وخلاص، مش سبب ويطلع من هناك بري ياخد اي ميكروباص من هنا. لا، انا عايز اقول ايه، ان ممكن خلاص السبب طالما اتعرف السبب وملوش علاج خلاص ماشي. انا بتكلم على ان انا كمدير فني لازم اشوف ايه الاسباب واحاول ان انا اعالجها لو في استطاعتي اعالجها. ما في حاجه بقى زي دي بره استطاعتي خلاص، ده امر واقع. هو دي هنرجع لها النقطه ديت لان اكيد ليها حل، ولكن هنروح الاول مع مراسلنا.